تطورات خطيرة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، فما الذي يجري في أمريكا وما الذي تحمله الأيام القادمة للأمريكيين؟ وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أكدت إذن نشر قوات الحرس الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة ضد مقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة، في حين أعلنت ولاية نيويورك تمديد الحظر لعدة أيام وسط انتقادات الديمقراطيين لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كشف رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال جوزيف لانجيل أن أكثر من 76 ألف عنصر من الحرس الوطني ينتشرون الآن في مختلف أنحاء البلاد. من جهته أعلن عمدة نيويورك بيل دي بلازيو تمديد العمل بحظر التجول في المدينة حتى الأحد المقبل، وتمديد ساعاته ليبدأ من 8 مساء حتى 5 فجرا. وكانت السلطات فرضت حظر التجول ليوم واحد بدءا من الساعة 11 من مساء الاثنين، ثم مددته ليوم ثاني بسبب استمرار ما أسمته أعمال النهب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا مدينة نيويورك إلى استدعاء الحرس الوطني لمواجهة الاضطرابات، مشيدا بالإجراءات الأمنية التي اتخذت لضبط الأمن في واشنطن التي قال إنها لم تشهد أي أحداث تذكر خلال الليل. وقال ترامب إن كثيرا من الاعتقالات حدثت وأن الجميع قاموا بعمل رائع، وأضاف أن بؤرة الاحتجاجات كانت عظيمة أيضا من حيث الإنجازات. وميدانيا المحتجين بدأوا يحتشدون من جديد للمطالبة بالعدالة لمقتل المواطن جورج فالويد على يد شرطي أبيض، وأشار إلى أن المحتجين يرفعون لافتات كتب عليها ضحايا سود لرجال الشرطة. كانت قوات الأمن في واشنطن أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قرب البيت الأبيض قبل أن يغادره ترامب لزيارة كنيسة قبالته تعرضت للحرق خلال احتجاجات على مقتل الرجل الأمريكي. ولكن البنتاغون أكد أن عناصر الحرس الوطني الموجودين في العاصمة ليسوا من أطلق قنابل الغاز المدمعة والرصاص المطاطي، وهم لا يحملون هذا النوع من الأسلحة. أما ترامب فقد توعد في الخطاب الذي ألقاه من البيت الأبيض باستخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات، مهددا بنشر الجيش إذا رفض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني. وبعيد الخطاب أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات الأمريكية الجنرال مارك مايلي حماية حرية التعبير، وقال رسالتنا هي السماح بحرية التظاهر والتعبير، وهو أمر مقبول بالكامل ونحن ندعم ذلك، وأقسمنا على الولاء لدستور الولايات المتحدة وحماية حقوق الجميع، وهذا ما نقوم به، ولدينا الحرس الوطني هنا وأنا أقوم بتفقده. من جانبه هاجم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدا طريقة إدارته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد واستخدام الشرطة للقوة المفرطة. وقال بايدن إن ترامب جزءا من المشكلة ولا يمثل حلا، وأدان بايدن ميرانا مقتل فولويد والعنصرية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه دعا أيضا إلى الهدوء منددا بأعمال العنف. أما زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك تشومر فقد قال إن ترامب أمر بإطلاق قنابل الغاز على المحتجين السلميين ليتسنى له التقاط صورة والظهور كرجل قوي. وأصدر شومر بيانا مشتركا مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيوليسي، قال فيه إن الأمة الأمريكية في حاجة إلى زعامة حقيقية في هذه الظروف الدقيقة، واتهم ترامب بمواصلة تعميق الفرقة والانقسام والكراهية والعنف والعنصرية في خطوة تتسم بالجبن والضعف والخطورة.
وكان كبير أساقفة الكنيسة مايكل كاري ممن انتقدوا استخدام ترامب تلك الكنيسة التاريخية لالتقاط الصور، وكتب على موقع تويتر: لقد استخدم مبنى الكنيسة والإنجيل المقدس لأغراض سياسية حزبية، وهذا ما فعله ترامب. من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية بأن شرطيا فارق الحياة بعد إصابته بطلق ناري في رأسه قرب مقر المحكمة الفيدرالية في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا دون أن تتضح ملابسات الحادث. وفي ولاية ميزوري قالت شرطة المدينة أن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بطلقات نارية خلال احتجاجات شهدتها المدينة. وأمام هذه المواقف وهذه التطورات وعناد الرئيس الأمريكي وتهديده بنشر الجيش الأمريكي في المدن لإخماد ما قال إنها اضطرابات أعقبت وفاة مواطن أمريكي، فما الذي سيحدث في أمريكا؟ وما الذي ستحمله الأيام القادمة؟ وكيف يمكن أن تتطور هذه المواجهات؟ أم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادر على ضبط المشهد والتحكم بزمام الأمور؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.